يعني في الحياة زي ما بيتقال كده دايما، الحياة فرصة، وإن لم تستطع أن تغتنم الفرصة فلا تلم إلا نفسك. في كتير من الأشخاص بيترددوا دايما في قرارات مهمة في حياتهم، أو بيكون عندهم صعوبة في التعامل في المواقف الاجتماعية أو اتخاذ القرارات، وبتلاقي ممكن بيستجيب لطلبات الآخرين رغم أنه هو بيرفضها، يعني هو نفسيا وداخليا يرفض هذه الطلبات ومش موافق عليها تماما، لكن خجلا من أنه هو يقول لا بيستجيب لهذه الطلبات حتى لو كانت بتستنفذه. وده بيكون ناتج عن الخجل وضعف الشخصية أو التربية تقريبا كمان اللي نشأ وتأسس عليها. بسنتين ساعات كتير بيبقى الإنسان يمكن متردد عشان هو مش عايز يحرج اللي قدامه، أو يمكن مش عارف أولوياته، مش عارف يحددها كويس، أو مش عارف يعبر عن الأولويات دي، وده بتبقى هنا مشكلة في التواصل. إزاي أوصل معلومة من غير ما أحس من جوايا بالشعور بالذنب إن أنا يمكن أكون ضايقت حد، أو حد زعل مني، أو أنا أثر مع حد. ده بالتأكيد بيكون لي أثاره النفسية على الشخص، كونه أنه هو مش قادر ياخد القرار المناسب أو ما عندوش القدرة على المواجهة، عشان إحنا يمكن ساعات كتيرة ما بنعرفش نواجه الشخص اللي قدامنا بالحاجات اللي إحنا عايزين نعملها. النهاردة هنتكلم عن إزاي تتغلب على التردد والخجل، وإنك تقدر إنك ترفض طلبات الآخرين من غير ما تحس بالشعور بالذنب. معانا فقرتنا النهارده الدكتوره سمر كشك، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري. منورانا يا دكتور، كل سنه وانت طيبه. نورك حبيبتي، وانت بالصحه والعافيه يا رب. صباح الخير يا دكتور. صباح الهنا. يعني عاوزين نعرف في البدايه ازاي اقدر ان انا اتغلب على حاله التردد اللي بتكون موجوده، او الخجل الاجتماعي تجاه الاخرين اللي بتكون موجوده، اللي احيانا وبنسبه كبيره بتضر صاحبها بفكره اللي هو بيخجل اللي هو يقول لا، او يخجل اللي هو يرفض طلب ما شخص بيطلبه منه. الأول هنتعرف إيه هو الخجل، وهو جزء من ضعيف الشخصية. ضعيف الشخصية بيبقى عنده الحتة دي باينة قوي قوي أكتر من الخجول، لأن ضعيف الشخصية مش بس بيقولها خجل، هو بيقولها إنه هو خايف يخسر اللي قدامه، لأنه صحيح. في احتياج دائم ليه. ضعيف الشخصية ما بيعرفش ياخد قرارات تخصه أبدا، دايما تابع، ما بيبقاش صاحب قرار، فبتلاقيه دايما يدور لا انا مش هزعل ده علشان هيسيبني، ما عادش هيساعدني، ما عادش هيديني قرارات. دايما يكون ملازم للناس اللي هي واثقه في نفسها صاحبه القرار، فما بيقدرش يقول له لا علشان ما يخسروش. صحيح. ففي بعض الاحيان ما بيكونش خجل او ادب او انه مش قادر ان هو يفرض رايه، لا بيكون ان هو خايف يخسر اللي قدامه. ودي بحب اقول للناس اللي هم مش اصحاب قرار، هو بس هيشتغل على حاجة جايز مش كتير من علماء النفس أو الناس الاستشاريين تطرقوا لها، إنه يدور على حاجة هو بيعرف يعملها كويس قوي وينمي نفسه فيها جدا مع نفسه يعني، وبعدين ينجح فيها، هيبدأ يدعم ثقته بنفسه بنفسه. صحيح. أول ما هتبدأ حتة دعم الثقة بالنفس دي هيبدأ حتة الخجل بيبتدي يكسرها. هو أكتر حاجة تخوف البني آدم إنه ما يعرفش يكسر الحاجز اللي بينه وبين الحاجة اللي خايف منها. يعني الخجول أو ضعيف الشخصية خاف يتواصل مع الآخرين، خشية منه إن دي بالنسبة له حاجة كبيرة قوي ومرعوب منها، وإنه حاسس دائما بالدنو، وإنه أقل من الناس كلها، وإن الناس كلها حاسة إن هو أقل حد وما بيفهمش. وده بيبقى تأثيرات برضو من البيت ومن المدرسة ومن التنمر، وإنه هو دايما بيسمع لكلام الناس وبيتأثر بيهم. فدي أهم نقطة إن احنا نتكلم فيها، تدعم ثقتك بنفسك إنك تعمل حاجة بتفهم فيها، وبدأ طور نفسك منها، لأن هي الموضوع بقى سهل إن أنا أطور نفسي في أي مجال. هتطلعي سيرش على الجوجل أو اليوتيوب، بتطلعي كل حاجة تخص الموضوع، فتقدر ان انت تبقى تعمل اكتر كمان وتبدع على الفكره اللي انت اخذتها. النقطه الثانيه انه عشان يتغلب على حاجه زي كده، انا ابتدي اقول لا ومش هخاف، ويجربها حتى على اقرب الناس ليه. يعني في ولاد بيبقوا مثلا ايه، اتنين اخوات، واحد ضعيف الشخصيه والتاني قوي الشخصيه، فتلاقي ضعيف الشخصيه دايما في احتياج للقوي، فلو قال له لا مره هيلاقي طب ما هي سهله، هي يعني انا اقدر اقول لا واللي قدامي لا زعل ولا سابني ولا تاثر بكلامي، فابتدي اعملها على الناس اللي حواليا المقربين. صحيح. لانه مش هيقدر يعملها مع الناس الغريبه في الاول.
بالنسبه للخجول او ضعيف الشخصيه علشان ان انا ابتدي ادمجه في المجتمع او يقدر ان هو يكسر حاجز الخوف، يبتدي يكلم الناس واحده واحده. يعني انزله اسواق، انا خليه يتكلم مع، يعني اوقات الامهات او الاباء يقولوا لا ما تكلمش انت، انا هتكلم، ما تبادرش انت، انا هقول، اصل انت مش هتفهم الكلام. لا، دي بتخليه مش ضعيف الشخصيه، بتخليه انسان متهالك ما يعرفش يدخل في المجتمع ابدا. هو فجاه هيلاقي نفسه كبر ولازم يندمج في المجتمع ولازم يبقى قوي الشخصيه ولازم يبقى صاحب راي. طب انتوا بعتوه من الاساس فمش هينفع يدمج نفسه في المجتمع ولا يتعامل مع الناس. ابتدوا تعاملوا شخصيته بانه قول رايك، احكي لي ايه اللي حصل في تجمع اهل. يعني يتعود انه يتكلم في وسط ناس. اغلب الامهات تقول اصل ما بيفهمش في الكلام قدام الناس، ملهاش لازمه خالص. هو خد الكلمه طفل، يعني ايه ما بيفهمش؟ يعني مش بفهم انا بصراحه الاباء والامهات اللي هم دايما هم السبب اصلا اللي بيكسروا في الطفل يعني. بس خليني اديكي اكزامبل عن ناس تانية او انواع تانية من الاطفال. في بعض الاطفال رغاين قوي وبيبتدوا ان هم يشاركوا حاجات بزياده، فساعتها تبتدي الام اللي هو ايه تبرق، اهدى شويه، عارفه الحاجات اللي بتحصل دي. ممكن هي هل ده في مكانه ولا لا؟ هي تدخل في الكلام بشياكة. الطفل ذكي جدا وكل حاجة بتتعمل وهو صغير ما بينساهاش أبدا. صحيح. فهي تحاول إن هي بلاش الإحراج قدام الناس، لأنه هيبتدي يبعد عن التجمعات، هيخاف من المكان ده، التجمع عيلة أو تجمع منها. أصحاب. إنه أنت بتكسفيني قدام الناس مش هقعد معاكي. هو في الأغلب بيخاف من التجمع الأكتر. يعني لو اتكررت أكتر من مرة مع أشخاص مختلفين هيبتدي يتجنبها ويتجنب التجمعات، لانه خلاص حس برهبه ان هو قدام الناس بقى شكله اقل واحد وهو اللي بيتهان، فبلاش خالص ان انا اتجمع مع حد وخليني لوحدي. ولو ما ادركتش الموضوع بدري الموضوع بيوصل لمراحل ابعد وبينعزل خالص وبيدخل في اكتئاب. فالام تكون حريصه جدا انها حتى لو عايزه توقف ابنها او بنتها في الكلام صحيح. تتعامل كانها بتتعامل مع واحد كبير بذكاء شديد جدا. ادخل في موضوع مختلف اقول له طيب ايه، طب مامي تقول حاجه وبعدين ابقى اتكلم، انا افتكرت حاجه وعايزه اقولها قبل ما انساها. ممكن ادخل بشياكه من غير ما احرجه ومن غير ما اصغره حتى لو هو صغير في السن، لانه دي خلاص بتتسيب عنده انها خلاص ما ينفعش ان انا اتكلم قدام الناس. صحيح. طيب في يعني في بعض الاحيان يا دكتوره انسان بيتحكم في مشاعره وانسان اخر لا يتحكم في مشاعره، ازاي نقدر ان احنا نوصل في خط وسط ما بين مش الموضوع انجراف في المشاعر، فانا عشان انا بحب الشخص ده فانا هاجي على نفسي وهخسر، ممكن اضر نفسي وضرر مباشر عشان بس لمجرد ان انا بحب الشخص ده، والنقيض منه لا انا حتى لو بحب بس نفسي اولا، وده بعض الناس بيشوفوه اناني دايما، فازاي افرق ما بين ده ما بقاش مضر لنفسي وما بقاش اناني؟ لا انا موجود في مجتمع لابد ان انا يبقى في نوع من انواع يعني التواصل ما بيني وما بين يعني سائر الاشخاص اللي موجودين في المجتمع، فليك وعليك يعني يكون هات وخد زي ما بيقولوا كده بالبلدي، لكن بشكل معتدل بشكل ما ضرش فيه نفسي. شوف، هي في مشكله معانا اننا بنقول ان اللي هو اللي بيجي على نفسه او اللي ما بي ان هو ده ايه طيب قوي وبيتسم بالطيبه. لا، هي دي مش بيتسم بالطيبه لو هي هتيجي عليه او هتعود عليه بالضرر. والخجل ساعات يقلب من ان انا ابقى حد خايف احرج اللي قدامي بادب لحد ابتدى يبقى ما عندوش بقى شخصيه. امتى افرق بين الاثنين؟ يعني امتى لو انا شخص اقدر اعرف هل انا شخص فعلا مؤدب او ابني مثلا او بنتي شخص مؤدب او شخص ابتدى ما يبقاش عنده ثقه في نفسه؟ هي باقترانها مع شويه صفات تانية. يعني الخجول او اللي هو ما عندوش او ضعيف الشخصيه، لان الخجل جزء من ضعف الشخصيه او نتيجه لضعف الشخصيه، بيكون عنده شويه حاجات تانيه غير ان هو ما بيقدرش يرد على الاخرين. انه عنده انعدام في الثقه في نفسه. دايما تلاقيه بيقول صح في كلامه، يقول لك صح في تحركاته كده كويس حلو، ما يعرفش ياخد اي قرار ايا كان صغير لنفسه ابدا، لازم يسال الاخرين وبيسال اكتر من شخص عشان يتاكد من المعلومه. عنده احساس ان هو دايما اقل
ودايما محط انظار الجميع انه مش كويس، انه اوحش واحد، انه ما بيفهمش. هو حاسس كده، بيسمع كل كلمة ممكن يبرمجها انها ضده. يعني ممكن الكلمة تكون عادي، ما تتقال عادي، بس هو مبرمجها انها ضد شخصيته، ان هو كده وحش. فعلشان افرق بين الاثنين، لو هو مؤدب يبقى في الموقف ده بيوافق، وفي مواقف تانية ما بيوافقش بأدب. اصل ارتباط الادب بالموافقة لا غلط. انا ممكن ما وافقش برضو بأدب. يعني مش لازم اكون موافقك على طول الخط عشان ابقى مؤدبة. ممكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. صحيح. وانا ممكن اختلف مع حضرتك في الرأي وارفض بأدب. فلازم افرق فرق كبير ما بين الادب وان اقول لا لما يكون حاجة مش موافقاني او ما ينفعش اعملها. او لو انا هعملها هتبقى ضد مبادئي وضد شخصيتي وتيجي عليا، لا ما جيش على نفسي. ده الخجل يا دكتور. لكن في بعض الناس بتستفزها علشان ينصاع لتلبية امر ما. يعني ده بيقولوا عليك اللي انت مش هتقدر تعمل لي الموقف الفلاني لان اصل انت ضعيف ومالكش علاقات مثلا، او اصل انت يعني مش بايدك حاجه، مغلوب على امرك، فانا بستفزه عشان يعمل لي. زي فيلم احمد حلمي. زي فيلم احمد حلمي فعلا، اللي هو طلاق ثلاثه يا حاج. ما هو الراجل بقى ضعيف الشخصيه. عشان ضعيف الشخصيه قال لا، هو عايز يثبت باي شكل ان هو لا انا قوي الشخصيه، هو بعمل دي بالظبط. هي دي ازاي بقى اللي قدامي ما يستفزنيش؟ ما انا لو قوي الشخصيه مش هيقدر يستفزني كده. انا لو ضعيف الشخصيه هنساق زي الراجل بتاع احمد حلمي ده، يقول له لا انا كويس، انا بعرف اعمل كل حاجه، طب انا هعمل اهو. لو انا قوي الشخصيه ولا هيهمني راي الناس ولا هيهمني استفزاز اللي قدامي، لا انا بعرف اعملها بس ماليش مزاج دلوقتي، مش نافعاني، مش ضد ظروفي دلوقتي. عارفه يا دكتور، خلي بيقول يقول مش فارق. حضرتك اتكلمتي عن نقطه مهمه جدا. يمكن احنا كنا بنتكلم عن في الاول، احمد كان بيتكلم عن طلبات، انا كنت بتكلم عن يمكن خروج مع صحاب او طلب في الشغل او يمكن انت قلتي دلوقتي حاجه مهمه جدا، انه بعض الطلبات او بعض الحاجات بتبقى بتخلي اللي قدامك يجرك في مكان انت مش عايز تروح فيه. خلينا نقول حاجات تضر بالصحه، المخدرات والحاجات دي كلها، ازاي الشخص يرفض هنا بقى بجزم، لا انا مش هعمل ده، ولو سمحت ما تتكلمش معايا في الموضوع ده تاني، والموضوع مقفول تماما. يعني ازاي بقى عندي هنا بقى حده في التون بتاعي او في الكلام؟ اعتقد هنا بس انت بتتكلم على الالحاح. يعني انت بتطلبي بإلحاح، برفض مره واثنين وثلاثه بادب وذوق. حتى لو مش بإلحاح، حد اتكلم معايا على حاجه ضد قناعاتي تماما. يعني ازاي هنا ارفض من غير ما خلاص الموضوع ده مرفوض انك تكلمني فيه تاني؟ ما ينفعش. لازم ادعم ثقتي بنفسي. لازم اقول انا هقول لا في المواقف اللي ما ينفعش يعني ارضى بيها. هقول لا في مواقف اني لازم ارفض. يعني في اوقات بنقول للناس اتكلموا قدام المرايه، لو انت مش قادر تواجه، مرن نفسك على انك قوي الشخصيه، قادر تقول لا انا مش هينفع اعمل كذا. حاجات اتربينا عليها انها غلط، خلاص هي ابد الابدين غلط. مش ده اللي هيجي يصلحها لي او هيقول لي انها صح او جربها مره، زي المخدرات، زي ان هو مثلا امي قالت لي ما تركبش الريس وانا قال لي اركب غصب عنك، فانا عارف خطورته فبركب معاه. ففي حاجات كتير قوي قوي في حياتنا انا عارف انها خطر وعارف انها غلط وهتجرني وهنساق. زي سي مثلا، سمعت عن شباب راحوا اجروا عربيه من ورا اهاليهم وعملوا حادثه بالعربيه، ومفروض ان هم الحمد لله ما جرى لهمش حاجه، بس لازم يدفعوا تكاليف العربيه. طب دول اللي دفع تكاليف العربيه الاهل اللي كان رافض، بس عشان برضو استفزوه، وانت مش راجل وانت مش قادر تواجه اهلك وانت مش هتعرف تسوق العربيه. ده موقف حقيقي حضرتك. ده موقف حقيقي لاصحاب ابني. فهو اضطر ان هو يوافق علشان يسكتهم، او ان هو يبقى مش بس ان ابن حضرتك هو اللي دفع تكاليف العربيه. لا هو دفع معايا والله. هو تعاطف معاه ودفع. احنا لو بنتكلم على ده نوع، واعتقد اللي حضرتك بتتكلم عليه ده بيبقى موجود عند السواد الاعظم في فتره المراهقه تحديدا. ففكره اللي هو يلا نجرب، يعني انا ما بشوفوش اللي هو ضعف شخصيه او فكره اللي هو تاثير الاخرين فيه، اكتر ما فكره انا شاب ولسه بجرب، خارج من بيت ابويا مقفول عليا فانفتاح فعاوز اجرب. لا بس اوقات بتبقى ضعف شخصيه، لان لو واحد متربي صح وعارف ان ده غلط وقوي الشخصيه هيقول لا ومش هعملها، يعني مش هعملها. صحيح. يعني برضه اوقات بتبقى فيها سنه التربيه اللي فيها نوع من انواع الحزم شويه، هي اللي بتخليني يعني ما تاثرش بسهوله. ما ينفعش خلاص انا عندي دي ممنوعه.
طيب في ناس بقى عندها عدم القدرة على اتخاذ القرار، بتكون ظاهرة في أكتر من شكل يعني، وبتسبب مشاكل ضعف الشخصية شيوعا بقى، فإزاي برضو نقدر نميز الأشخاص دي، وإزاي يقدر اللي هو يشتغل على نفسه لتلاشي هذه الصفة تحديدا؟ زي ما قلت في الأول، أهم حاجة إنه يعمل حاجة هو بيعرف يعملها، لأنه لو عمل حاجة بشخصيته الضعيفة وأخفق فيها ما عادش هينفع يعمل دي ولا غيرها، خلاص هو هيحس جواه نفسه إن أنا ما بعرفش أعمل حاجة. تاني حاجة العقل الباطن، أنا مؤمنة جدا إنه الحاجات اللي بتخزنها فيه هي دي اللي بتطلع في الأوقات اللي محتاجها. صحيح. فأنا طول ما أنا بخزن في عقلي الباطن إن أنا قادرة أعمل الحاجات دي، رايحة مقابلة شغل أنا هقدر على مقابلة الشغل دي وهفوز بالوظيفة، إيه يعني ده مقابلة مع ناس عاديين، إيه المشكلة؟ أبسط الأمور لنفسي، أعرف إن أنا الحاجة اللي جاية أخدها بشكل إيجابي، إنها بفكر بلاش التفكير السلبي، بلاش مصاحبة السلبيين، لأن ممكن أنا أكون خجول وبدأت أشتغل على نفسي وأطلع درجة، يجي واحد سلبي جنبي يقول لي لا لا عمرك، مستحيل، لا عمرك هتتغير، ولا عمر الدنيا هتتغير، ولا عمرك هتعمل حاجة، خلاص ورجع لي 100 خطوة لورا. فأصاحب الناس اللي تطلعني قدام مش اللي ترجعني ورا. صحيح. ودي سهل المعرفة بيهم، إنه دايما آراءه سلبية، دايما آراءه متشائمة، دايما بيبص للأمور بشكل سوداوي، بلاش إن أنا صاحب الناس دي، وأدور على الصحاب اللي تخليني شايف الدنيا حلوة. فأنا يعني لدرجة إن أنا برضو يعني بقعد أقول لناس اتكلموا مع نفسكم إن أنتوا أقوياء، إن أنتوا تقدروا تعملوا كده، إن أنتوا تقدروا تتغلبوا على الصعاب، مفيش حاجة سهلة، لازم علشان تحس بالنجاح لازم تعدي خطوات. حضرتك قلتي يمكن كتير. حاجة مهمة جدا في الأول، إنك قلتي لازم ينجح في حاجة هو بيحبها. لأنه ساعات كتير للأسف البعض بيبقى النيجاتيفيتي أو السلبية دي بتبقى عنده من البيت، مش بس من بره. يعني كتير اشوف صحابي مثلا كان اخواتهم من نفس الجنس، سواء بنت وبنت، ولد وولد، يحطموا في بعض، يقللوا من بعض. فلو انت عندك للاسف من نفس البيت السلبيه جايه لك، انت ساعتها هتعملي ايه؟ فمحتاج ان انت تنجح في حاجه عشان ثقتك في نفسك تبقى يعني قوية كفاية، انك ما تسمعش لأيا كان مين اللي بيقولك، يعني لو عارف تعمل زي قلدني، يعني لو انا صح. لو انا وحشة قوي كده قلدني وبقى زي ناجح. فكان في نقطة هي مهمة قوي خلال دي بقى، انا رسالة للأم، بلاش اقول لابني طب خليك زي اخوك بيشتغل على نفسه وشاطر، بلاش دي، لانه بيكره اخوه وبيكره نفسه وبيكره اخفاقه. هو اكيد نجح في حاجه، ربنا خلق فينا حته ينفع نبته تقدري تنميها وتكبريها، ليكي موهبه وبصمه عني انت تقدري تعملي الحاجه دي، انا ما اقدرش اعملها. فشوفوا موهبته في ايه. الام عليها عامل كبير جدا، ودايما بيركز على الام لان هي بحكم انها قاعده على طول مع اولادها او على اغلب الوقت، الوقت اللي هم بيتخانقوا فيه، الوقت اللي فيه واحد بينجح والتاني بيفشل، بالعكس انا بشوف الفاشل لما بينجح بيبقى احسن من اللي نجح من الاول. صحيح. لانه ده طعم الفشل، مش عايز يرجع كده تاني، انا خلاص دقت الاثنين وحسيت ان ده احلى، فانا ماشي في السكه دي، خلاص انا عرفت طريقي. فاعرف ابني انه ليه حاجات انت حتى لو فاشل في دي هتنجح بعد كده في حاجه تانيه، اكيد موهبتك في حاجه احسن. بالنسبه للدراسه، مش كل الولاد متفوقين ومش كلهم شاطرين، ممكن يكون هو يعني ربنا مديله ملكة تانية يعني يقدر ينميها. صحيح. ممكن يكون نص نص في الدراسة بس يشتغل على نفسه أحسن بالكلام. الكلام ليه تأثير كبير جدا جدا في بناء الشخصية، وإنه يكون عنده ثقة في نفسه، وإنه يكون قوي الشخصية بعد كده. صحيح. ويمكن أهم ما يميزنا كبشر تحديدا هو فكرة القدرة على التواصل مع الغير والتعبير عما بداخلنا بشكل صريح دون خجل. فدي يعني الصورة اللي خلقنا عليها ربنا، فإحنا ما ينفعش إحنا خوفا من المجتمع، خوفا من نظرة الناس لينا، اللي إحنا لا أنا مش هقدر أقول كده علشان بيني وما بين نفسي، أو علشان خاطر ما زعلش الطرف الآخر مني ونظرة المجتمع ليا تبقى نظرة كويسة، عمرك ما هترضي حد. صح. أعتقد ما فيش حد حتى لو حاول يشتغل على نفسه مئات من السنوات هيرضي كل أطراف المجتمع، لازم هيكون في اختلاف. بنشكر حضرتك معنا دكتورة سمر كشك، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وشكرا على هذه المعلومات القيمة. شكرا يا دكتور.